دي 36 دقيقة لعب، تقريبا 10 دقائق على نهاية الشوط الأول. ديما التعادل 0 مقابل 0 بين منتخبي تونس ومنتخب كوستاريكا. وليس سخيري قديش يعمل في برشا مجهود. هذا وهاب الخزري، وهاب الخزري بين عمل الفرصة والهدف الأول، والهدف الأول لوهاب الخزري ممتاز جدا، هدف أول للمنتخب الوطني التونسي. قلنا وحكينا على وهاب الخزري بعد الورقة الصفراء وبعد التدخل، وهدف تاريخي في مرمى شكون؟ في مرمى كيلورس نافاس، حارس مرمى ريال مدريد ومنتخب كوستاريكا. ومن التمريرة من أنيس البدري يخلي وهاب الخزري مع حارس المنتخب كوستاريكا، والهدف الأول في 36 دقيقة لعب، وفرحة كبيرة للمنتخب، للجماهير المنتخب الوطني التونسي. هاي الإعادة في وسط الدفاع يتعدى في مرة الأولى، ورغم محاولة نافاس وهاب الخزري يقول له أنا موجود. واحد بلاش للمنتخب الوطني التونسي أمام منتخب كوستاريكا، وكم هو مهم جدا. ملا مراوغة بوسطن اللي كان سبب في ورقة صفرة، وأصدر محلها الكرة، والإصرار من وهبي الخزري حبي عظمه بناتنا، لكن الانزلاقية من الحارس نافاس ويواصل العملية. وهبي الخزري يسجل في شباك كوستاريكا، واحد بلاش لتونس ضد كوستاريكا.